شاب لذيذ وشيشة معسل مش أي كلام عشان الجدعنة. يا سلام على كوباية الشاي والقهوة والسيجارة، دنيا تانية. نفس في نفس، اسحب اسحب. ايه بتقولي؟ ما بتأذيش حد، دي أحلى حاجة في الدنيا، بتأذي نفسك بس. اللي يقعد يشيش لوحده على القهوة ده معلم مش أي كلام، والسيجارة بقى مع كوباية الشاي تبقى أحلى من أحلى جب حشيش. عدى الوقت وما انبسطتش برضو؟ انت كده بتدوس على صحتك بالجزمة. 20 جنيه تمن حرق صحتك؟ والله رخيص. خلاص اتخنقت مني، هتمشي؟ امشي، بس استنى عندك، لما تأذي نفسك ده أكبر غلط، لأن ربنا هيسألك عن عمرك ضيعته في إيه، ومالك وشبابك وعلمك، ومن دقيقة واحدة أنت ضيعت كل دول. عمرك ومالك وشبابك وعلمك لأنك ما استفدتش بيه. هتحاول تبطل صح؟ أنا كنت متأكد إنك بس محتاج دقيقة تفكير.